مكان يا مكان، كان في زمان بابا وعنده اتنين ولاده، بنوتة وولد. البنوتة اسمها ياسمين والولد اسمه خالد. بابا قال لهم: ياه أخيرا يا ولاد خرجنا في رحلة، احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش في رحلة مع بعضينا. انا مبسوط جدا ان احنا هنستمتع بوقتنا. ايه ده المكان الغريب اللي احنا جينا فيه دوت؟ يا ده شكله غريب قوي. فعلا يا بابا ده شكله غريب قوي، احنا عاوزين نشوف فيه ايه المكان دوت. اه يا بابا احنا عاوزين نشوف فيه ايه. بص انا هطلع كده فوق واشوف المكان دوت فيه عبارة عن ايه بالظبط كده. ايه ده ولا في اي حاجة خالص، مفيش اي حاجة غير مبنى شكله غريب. انت ايه رأيك، نفضل واقفين هنا ولا نعمل ايه؟ بابا قال لهم: لا طبعا نفضل واقفين هنا، ازاي، احنا لازم نشوف المكان ده فيه ايه. خلوني ابص بالنضارة كده، انا مش شايف بصراحة حاجة. طب انا هقرب شوية، استنوا عندكم كده يا ولاد، محدش منكم يتحرك خالص لحد ما انا اشوف ايه المكان دوت، وبعدين اقول لكم اذا كان ينفع تيجوا ولا لا. وبابا مشي 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 علشان يشوف المكان دوت في ايه. حس بحاجه غريبه، في عينين بتبص عليه. الله 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 يا خبر ابيض، ايه العينين اللي بتبص علينا دي؟ يا ولاد انا حاسس بالخطر، بقول لكم ايه، انتوا فين؟ تعالوا هنا بسرعة جنبي، تعالوا جنبي علشان انا خايف عليكم. حاضر يا بابا احنا جايين اهو. ايوه يا بابا انا جيت اهو، فين العينين دي، ورينا كده. ياسمين وخالد وبابا كانوا حاسين ان هما متراقبين، في حد بيبص عليهم، وابتدوا يحسوا بالخوف وقعدوا يسألوا بعضهم: يا ترى هو ايه اللي بيبص علينا ده؟ يا بابا انا خايفة. متخافيش يا ياسمين احنا كلنا معاك، يا خايفة من ايه يعني؟ وفي الوقت ده يا اصحابي ابتدى يظهر اللي بيبص عليهم. انا الحارس بتاع المعبد، انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ده انا هعمل منكم شوربة، ده انا هموتكوا. تموتنا ده ايه؟ انت متقدرش تموتنا اصلا، انت مش شايف؟ لا ده انت متقدرش خالص ابدا، ده انا معايا سكينة تقطعك. تموت مين؟ بس يا حبيبي بس يا بابا، ابعد بعيد شوية كده، ابعد بعيد، انتوا ايه اللي جايبكوا هنا اصلا في مكاني؟ بابا قال للاولاد: اجروا يا اولاد اجروا بسرعة، اجروا من هنا لحسن يمسككوا. يا بابا انا خايفة انا خايفة. متخافيش يا ياسمين تعالي ورايا. وابتدى طارق يجري ويروح جوه المعبد. يا نهار ابيض ايه المنظر ده، انا خايف بجد، ده في حاجات كتير وتماثيل شكلها غريب. ياسمين تعالي هنا بسرعة بسرعة. حاضر انا جاية اهو انا جاية، استنى بس عليا انا جاية. وياسمين رجعت بسرعة وراحت عند طارق. وبابا قال لهم: خليكم مع بعض يا اولاد، محدش منكم يروح في حتة، ده انا هقتلكوا وهموتكوا كلكوا وهقولكوا تعالوا هنا. ابعد عن ولادي يا متوحش، ابعد عن ولادي وسيبهم في حالهم. ما تخافيش ما تخافيش يا ياسمين ما تخافيش. لا انا خايفة انا خايفة يا بابا. وطارق حس بالخطر وخاف على اخته ياسمين جدا، راح قايل لها: ياسمين تعالي هنا بسرعة، شايفة الدور اللي فوق ده، اجري بسرعة واستخبي فيه وما تنزليش ابدا لما اقولك، روحي يلا 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 بسرعة. حاضر يا طارق انا ماشي اهو. حاضر. وياسمين جريت وطلعت على الدور اللي فوق ووقفت وهي خايفة، خايفة جدا على اخوها وعلى باباها، لكن ما عندهاش حاجة تانية تعملها غير انها تستنى. انت يا راجل متوحش انت، ابعد عن ولادي ابعد عن ولادي. لا يمكن ابعد عنهم ابدا، انا هقتله انا هموته. ما تخافش عليا يا بابا انا هتصرف. وطارق بالسكينه بتاعته ابتدى يضرب الراجل ويقول له: انت لا يمكن ابدا تاذينا انا واختي، لا يمكن ابدا ابدا، انا هموتك. وابتدى طارق يضربه بالسكينه والراجل مات. وياسمين لما لقت المشكله اتحلت والراجل الشرير خلاص مات،
جريت بسرعة ونزلت عند أخوها وباباها علشان تبقى معاهم وما يبقوش لوحدهم، وقالت لطارق: أنا متشكرة قوي يا طارق إن أنت كتر خيرك أنقذتني، مش عارفة من غيرك كان ممكن يحصل لي إيه. وبابا قال له: أنا متشكر قوي يا طارق، أنت أنقذتنا، أنا مرتاح جدا إن الراجل دوت خلاص مات، شكرا يا طارق. العفو يا بابا، بتشكرني على إيه؟ دوت واجب عليا إن أنا أحميكوا، كل واحد في العيلة يقدر يعمل حاجة يعملها علشان يحافظ على الباقيين. وخلاص العيلة تم إنقاذها يا أصحابي، وروحوا بيتهم وهم مبسوطين وسعدة، ودودة دودة خلصت الحدودة. باي باي.